اول تجربه هنتكلم عليها التجربه بتاعت الفلو في اورفيس. مطلوب ان احنا نحدد السي دي السي دي الكوفيشنت اوف ديسشارج بيساوي الاكشوال ديسشارج على الثيوريتيكال ديسشارج. دي القوانين اللي احنا هنشتغل بيها. اول حاجه هنعملها دلوقتي ان احنا نحسب الكي واكشوال الاكشوال ديسشارج ده عن طريق ان احنا هنجمع فوليوم حجم من الميه خلال زمن معين خلال تايم. لما نقسم الفوليوم على التايم هيطلع لنا ديسشارج. هنحول الفوليوم بالمتر مكعب والتايم سكند يطلع الكيو اكشوال متر مكعب بير سكند. ثانيا هنحسب الكيو ثيوريتيكال. الكيو ثيوريتيكال بتساوي المعادله بتاع ديسشارج ثرو اورفيس التصرف خلال الاورفيس بتساوي مساحه المقطع بتاعت الاورفيس اللي هي بتساوي باي دي سكوير على 4 والدي اللي هو الدايمتر بتاع الاورفيس جذر اندر روت 2 جي اتش جي عجله الجاذبيه 9.81 اتش الهيد اوفر ذا اورفيس الهيد بتاع الميه اللي فوق الاورفيس ارتفاع الميه فوق الاورفيس ده الاورفيس اللي خارج منه ميه وده منسوب الميه اللي في التانك وده هو ارتفاع الميه فوق الاورفيس. هنحسب الاتش ونحولها بالمتر نحطها في المعادله ديت يطلع لنا كيو ثيوريتيكال متر مكعب في الثانيه. هنقسم السي دي هنقسم الكيو اكشوال متر مكعب في الثانيه على كيو ثيوريتيكال متر مكعب في الثانيه يطلع لنا كوفيشنت اوف ديسشارج معامل التصرف بتاع الاورفيس. الرينج بتاعه بيطلع يتراوح ما بين 0.6 الى 0.65. مهم قوي ان احنا نبقى عارفين الرينج بتاع الارقام بتاع النتائج اللي المفروض تطلع لنا. تعال نشوف ازاي بنحسب الكلام دوت. اول حاجه عايزين نجمع فوليوم خلال تايم. هنجمع الفوليوم من خلال المخبار دوت. المخبار دوت متدرج هنا لو خدنا بالنا 100 120 140 160 وبعدين 200 240 متدرج بحاجه اسمها ملي لتر. الملي لتر اللي هو السنتيمتر مكعب. يبقى اذا بالتالي لما اجي احسب انا فوليوم هنا هيطلع بالسنتيمتر المكعب اللي هو الملي لتر. يبقى ساعتها لو انا عايز احوله بالمتر المكعب هقسم الرقم دوت على 10 اس 6 عشان يطلع بالمتر المكعب. لو انا هشتغل التجربه كلها بالسي جي اس سيستم يعني بالسنتي والجرام والسكند يبقى انا مش هحول حاجه هشتغل بالفوليوم دوت زي ما هو. هجمع فوليوم خلال تايم معين. نظرا لان الميه بتنزل بسرعه كبيره هنثبت التايم اللي هنحسب عنه بالستوب ووتش او حتى بالساعه العاديه وليكن 4 ثواني ونحسب الفوليوم اللي هيتجمع خلال الاربع ثواني. انا دلوقتي هحسب في الساعه هحط دوت هنا هحط المخبار كده اهو 1 2 3 4 يبقى انا جمعت فوليوم خلال 4 ثواني. يبقى اول حاجه احنا قسناها التايم ده 4 سكندز. الفوليوم لو احنا قسنا الفوليوم اللي موجود هنا اهو هيطلع لو حبينا نركز هنا كده هيطلع بيساوي تقريبا 140 ملي لتر يعني 140 سنتيمتر مكعب. اذا احنا جبنا الفوليوم ده اول حاجه قسناها 140 سنتيمتر مكعب. التايم دي ثاني حاجه قسناها 4 ثواني. الحاجه الثالثه اللي هنقيسها في هذه التجربه الميجرمنت. ثالث حاجه من الميجرمنت القياسات بتاعت هذه التجربه هو الارتفاع بتاع الميه فوق الاورفيس. طب ارتفاع الميه دوت بيتجاب ازاي؟ في سكيل هنا راكب. السكيل دوت البدايه بتاعته الصفر بتاعته هي الفتحه بتاع الاورفيس منسوب الفتحه بتاع الاورفيس. يبقى احنا لو احنا خدنا زوم هنا كده وشوفنا سطح الميه هنلاقي سطح الميه تقريبا 315 ايه؟ 315 ملي. دي 310 320 يبقى اكيد احنا هنا بنشتغل بالملي. يبقى 315 ملي. يبقى اذا لو قسمنا الرقم ده على 1000 يطلع بيساوي 0.315 متر يعني 31 سنتي ونص. يبقى ده الاتش ده ارتفاع الميه فوق الاورفيس. يبقى احنا عندنا هنا نرجع للمعادله ناخد بالنا ان احنا مهم قوي في كل تجربه نعرف احنا قسنا ايه.
والحسابات بتاعتنا ايه. في فرق بين الميجرمنتس والكالكوليشنز. الميجرمنتس في التجربه ديت عباره عن ثلاثه: فوليوم، تايم، ويتش، ارتفاع الميه اللي فوق الارفس. هنعوض بقى في بعد ما حسبنا الحسابات ديت، هنقعد بقى بعد ما جبنا القياسات هنقعد عشان نعمل حسابات. الحسابات اللي هي اول حاجه الفوليوم اللي انا جمعته اللي بعد ما حولته بالمتر المكعب، هقسمه على التايم اللي هو 4 سكندز، يطلع لي كيو اكشوال متر مكعب في الثانيه. تاني حاجه عايز احسب الكيو ثيوريتيكال، هحسب الاريا الاول بتاعت الاورفيس. الفتحه بتاعت الاورفيس ديت لو انا جيت بصيت عليها عملنا زوم كده شويه، هتلاقي ان مكتوب الدايمتر بتاع الاورفيس هنا فوق الاورفيس بالظبط مكتوب فاي 6. الدايمتر مكتوب فاي 6 يعني الدايمتر 6 مللي، الدايمتر كله 6 مللي. يبقى اذا 6 مللي لو قسمته على 1000 يطلع لي بالمتر، بالمتر عشان تحوله بالمتر. هضرب باي دي سكوير على 4 عشان احسب الاريا، مساحه الاريا، مساحه الدايره العاديه، باي دي سكوير على 4. يبقى انا جبت الاريا بالمتر المربع. جي 9.81 متر على سكند سكوير، اتش هي ال 31 سنتي ونص ديت، لو حولناها بالمتر تطلع بتساوي 0.315 متر. هنعوض في المعادله دي يطلع لك كيو ثيوريتيكال متر مكعب في الثانيه. هنحسب السي دي هتساوي كيو اكشوال هتطلع هنا على كيو ثيوريتيكال هتطلع هنا، يطلع لك ان السي دي طبعا هو دايمنشنلس يونتلس من غير وحدات لان هو عباره عن ديسشارج على ديسشارج. يطلع لي السي دي، نتاكد ان الرقم ده تراوح من 0.6 الى 0.65. مطلوب ان حضرتك انك بعد ما تعمل هذه التجربه بعد ما تخلصها تعملها تعيدها مرتين كمان، يعني على الاقل تعمل التجربه ثلاث مرات. ايه اللي هيتغير في التجربه؟ اللي هيتغير في التجربه انك كل مره هتغير الهيد اللي فوق النوش. طب ده انا اغيره ازاي؟ ازاي اغير الهيد اللي فوق النوش؟ هتلاقي الماسوره ديت اللي هي بتاخد الميه الزياده، اللي بتاخد الميه من الميه الزياده من التانك، الماسوره دي ممكن تنزل لتحت وتطلع لفوق. لو انت نزلتها لتحت كده بشويش هتلاحظ هنا لو بصينا على السكيل هتلاقي ان الرقم بتاعنا نزل بدل ما كان 315 بقى 290. يبقى اذا الهيد بتاع الميه اتغير اصبح 290. 290 على 1000 يطلع بيساوي 0.29 متر، وبالتالي الديسشارج هيتغير. يبقى انت بعد ما تجيب اول مره قرايات هتعمل بقى مره قرايات مره ثانيه باستخدام الهيد دوت. هتقوم مجمع برضه فوليوم خلال تايم، هنثبت التايم هنخليه 4 ثواني على طول. يبقى انت عندك هتجمع الفوليوم خلال التايم وتعمل كل الحسابات دي مره ثانيه عشان تعرف تحسب السي دي مره اخرى. لو انت عايز تحسب مره ثالثه ممكن ترفع الانبوبه دي، ترفع الماسوره دي لفوق شويه، هتلاقي بقى بتترفع. كل ما تترفع كل ما الهيد بتاع المايه هيزيد. لو خدت بالك كده الهيد بقى المايه بقى تقريبا 345. يبقى انت عن طريق التحكم في الماسوره دي تعرف تتحكم في الهيد. هتعمل العمليه دي مره ثالثه، اصبح عندك 3 مرات. احنا بنعمل ليه 3 مرات؟ لان المطلوب في التجربه بتاعتك انك ترسم علاقات، علاقات مثلا ما بين الاتش والكيو، او ما بين الاتش والفلوستي. طبعا الفلوستي اللي هي السرعه اللي هي بتساوي كيو على اريا. لو قسمت كيو على اريا تطلع ان الفلوستي بتاعت المايه اللي خارجه بتساوي روت 2 جي اتش. فهيطلب من حضرتك ترسم العلاقه ما بين الاتش اللي هو الهيد اوفر الاورفيس والفلوستي بتاعت المايه او فلو اللي خارج من الاورفيس. دي احد الجرافات اللي مطلوبه منك. وفي جرافات ثانيه علاقه ما بين الكيو ثيوريتيكال والكيو اكشوال، وفي كيرفات ثانيه علاقه ما بين الاتش والسي دي. يبقى اذا هي مجموعه كيرفات موجوده في اللاب بوك عندك بتاعك، هترسم الكيرفات دي، وعشان تعرف ترسم الكيرفات محتاج 3 قرايات على الاقل. في الامتحان ممكن يطلب من حضرتك في الامتحان هيطلب منك قرايه واحده بس، مش هيطلب 3 مرات. في الامتحان برضو ممكن يحدد لك هو الهيد اللي انت تشتغل عليه، يقول لك اشتغل عايزين نحسب عند اتش معينه وليكن بتساوي 330. يبقى اذا نعمل ايه؟ اتحكم في الماسوره دي لو نزلتها تحت شويه عشان خاطر الهيد انزله يبقى تقريبا في حدود ال 330. ساعتها اعمل التجربه بتاعتي على الهيد دوت اللي هو اجبرني ان انا استغله. دي هي التجربه بتاعت الفلو ثرو اورفيس.